هنبدأ بعد ذلك نعمل سكيل. سكيل حول الواي كالتالي. فيل هنا أيضا فيل فيو تايمز. هنضيف هنا one loop cut, three loop cut. أو loop cut هنا أيضا face و أيضا dissolve edges ثم face. ممكن نختار هذه الفيسز ويجي في الزد. ده مش هيظهر ولكن هنضيف هنا loop cut. X faces خلينا نعمل كلين لهذا الجزء. ده فيل والجزء التاني فيل. دي نتيجة السب ديفين سيرفيس. نزود 3 و 4. ممكن بعد ذلك نضيف بعض الأقص لكن مبدئيا ده كده النوز. بالنسبة لي الجزء العين هنضيف هنا سيركل نضيف سيركل. الأفضل لو كان سفير. خلينا نجرب الأول سيركل. هنحذف هذه الفيرتكس اكسترود في الزد ويفل ثم سيلكت اول ويفل اكسترود في الواي. ده كده هيكون عندنا البولين. هنعمل طبعا ميرور في حول البادي. بعد كده نعمل ميرور. خلينا نضيف ايضا هذا الجزء. فهنضيف بلين سكيل داون. بعد ذلك ميرورد حول البادي RX 90 degrees. هنضيف او نفعل كليبنج جي في الزد. هنحرك هذه الفيرتكس هنا ثم تريس للجزء الفم. في هنا جزء مش واضح. هنا لوب كات وهنا تو لوب كات. دي كده اتحرك هنا وهنا اتحرك 2.
بحيث لما نضيف السبجن سيرفيس الكيرف يكون كالتالي. طبعا احنا ممكن نضيف هنا كريز او ايدج كالتالي. طبعا انا اخترت هنا بعض الايدجز وحركتها بحيث يدي يعني الافكت ان ده فم. هنا برضو نفس الموضوع، ده كده كيرفد هيكون في الواي. عموما هنختار الكل ثم اكسترود في الواي كالتالي، ونضيف هنا سبجن سيرفيس ونزود ممكن شوية خلينا نشوف الاول من غير المرور. تمام، ده كده ما فيش هنا اي فيس، كده الموضوع كلين. ده كده جزء الفم. طيب ببساطة شديدة جدا لو اي حد مبتدئ ممكن يبدأ بيوفي سفير 20 وليكن، وسكيل هيقول سكيل كالتالي. ويحرك هذا الجزء في اللوكال، ممكن نقول سكيل في الزد، شيفت دي مرة أخرى ها هنا، ولكن سكيلد داون. و سكيل وجي شيفت دي مرة أخرى كالتالي. طبعا كل الامس ديت هيتحركها هنا. هنضيف هنا جزء رابع كالتالي. ده لو اي حد مبتدئ ممكن نشتغل بهذه الطريقة، هنشوف طريقة اخرى بعد شوية. كل الطرق لكن على حسب الجيومترا او حسب عدد الفيرتكس اللي بنطمح ليها في النهاية. سكيل في الواي هنا موف كالتالي. هنختار بولين يونيون او الجزء مرة اخرى كوبي اور. طيب مرة اخرى بولين يونيون هذا الجزء، مرة اخرى بولين يونيون وهذا الجزء. خلينا نخفي الأجزاء هذه، نخفي هذا الجزء هذا الجزء. يبقى دي كده النتيجة النهائية. ممكن Alt C او object control apply visual geometry to mesh. ممكن بقى كان حرك ده للتراش هكذا، وعندنا التراش ديت هتكون not visible. move to trash move to trash. ده كده اصبح عندنا هذا الجزء. ان شاء الله في الدرس القادم هنشوف ازاي نعمل رندر ونضيف باقي الاجزاء زي الليج والاي.